شبي موت بن تطفن بني بيوت بن شيسو بن نوت وبن شوز بخريستوت جابس كبازين يقون بربي سنير ورفتاس ورفتي تشاني طاي ونوصاي ان صوفون ماري تير بوسخن باي صوفاي نام نتير انت بنون خين هيرين بن جبي بندق راتو او ربشاي سبن نوتي روسا بكسا استي ابني ببشاي سبنوتي بيبندق را اتور بيوتن بن شاي صوبن نوتي وبن ستير يسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك صدرتنا أعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة لذلك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل صلاة وتلبات قديس منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا من أجل هذا نصبت من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مقامة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفين والظاهرين اندح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات النفعات ارزقنا إياك التلذة أعطيتنا السلطان ندوس حياة وعقارب وعلى كل قوات العدو بريالي صون آمين مارن وسن تريات سواب تيفيو بمشيرين ببن الله سواب نوال بيت انطاق انسيسو واب ماري اري ابنوتي ناينا هيت الناس برزبية شرومبي اس ندو سيت اس مي سين ان مسنو تي بي لوغوس شيرني ماري اي
أنجيلو شري غبري البيصو إن في فايش النوبي ام برو رمض بي اوي بسنجاني ان امانو ايل شيرنا شوري اللوتي انا ابو صلو شيرنا ماتي بي سنتابل جوي تي سنبي امرسطور شيرنا سيفانو بيشو أرب ما تيرون شرب عرشي زي كنو إتس مرعون شرنا قوبي ما تيرون شربي شوي جنجي إني أو شربي أصلو بورج بات شوي سبقور غورجي يسي أو دورج بي سترات اللي تسفيلو باتر مركوري أبا مينا انتني ضايا شربي نشتي أبا مكاري إيبي خبس انت دي مسمو نبشر ان الصبر ورد من راضي انت بيخ نسقط هيت النبر بي انت تسعوتو قوس سواب ماريا كوين طريق موت نان بيكو ابولين ان النوبي أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا آبائنا وإخواتنا اطلبوا عن آبائنا وإخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البات أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وأبائنا الأساقفة أبائنا القمامص وأبائنا القصوص وإخوتنا الشمامسة أبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين والنياح كل المسيحيين لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا خطايانا تفضل يا رب نيا نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ألهم في موضع خضر على مراحة في فردوس النعيم
الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نرق الدسيق. أخي من سادهم في اليوم الذي رسمته كوم عيدك الحقيقية غيرك آزبا. هم لهم خيرات معيدك ما لم تر عين ولم تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددت ولمح باسمك القدوس، لأنه لا يكون موت العبيد أقبل وانتقال، وإن كان لحقهم طوان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر. اللهم تفضل نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في كل المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحد باسمه، يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس لو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، يا رب نيحهم ليستحقوا ملكوت السماء. ومراسا مع كافة قديسي يا رب. تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطيه. مبارك انت يا رب، تسمعك اسم قدوس من نور فتكن رحمتك مستعان عليك، لان جزاك اسمعنا الله وخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها، وأن تحفظنا تنجينا من هذا الجيل الأبد أمين. مبارك يا رب نعدلك، مبارك فقوقك، مبارك أن يبر يا رب رحم الأعمال يديك رب تلفظ عنا طلبك يا رب رحمة فنقطات إليك يا رب مشيتك، لأنك أنت وله عندك ينبو الحياة بنورك يا رب نعين فتات رحمتك الذين يعرفون وبرك المستقيم القلوب لك تسبح التسبيح لك من داخل التمجيد. أيها الأب والابن والروح القدس جاد على الطرف والترتيل اسمه أن يقبل بحمد قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولنا من أزرع ورحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت وأن أرحمنا قدوس الله قدوس القوي الحي الذي لا يموت القوم الموت ساعة ما أرحمنا المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أندود رمين. أيها السادس قدوس ارحمنا، أيها السادس قدوس ارحمنا، أيها السادس قدوس ارحمنا، يا رب كلنا خطايانا شعبك اشفيهم من أجل أبانا وأخواتنا الذين رقدوا، يا من هو لو بخطيئهم أنا مقدس المثلث جعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، كريستوس سي سوز بين شويس أمين الليلويا شيرين تنتي هويرو تيسو ومث منو ويطوين بارتين سيوني بين تي مسنو تسمع بين بخريستوس تيبرستاتي سنتن هوتن تيم جينو سنتتي مترومين.
شاشفنا رشي انجلو سي او هرات فيهم نوسم بهم صم بي بندق راتو غيب شم مستغيون تيب ميخائل ببي اوويد غبريل ببي ما اسمه رفائل ببي ما شمت قطبتي بوسنت صغيل صداقيل صغاسيل نمانانيل نايني شنرف ويني صوب نطب مبري جنبي صون نشيرو بيم نسيرو فيم نسرو نص نبن شاي سينيكو بفتون زون صوما دونسيت فايل خبي هرما انسيو دنگو تفتون مبغس تيروس كنت اكلي سيكني شغل بمي سفو سيرو فنو مدات من كفوش بولف دو امو أجيوس أصانا توسس مؤتك كليغو نمي أمغي بك ناين من التكهيريني أوين صبتم بك لأول أفشان قسم بي الليلوية بمسري خاني ام كافنت بمنوغني سنوتي كنت نقول خنم كاكي خون بيويني امي اكتمون بيوي كنت بقول خطفي بسيت فول خنت في اسمو الاخرين كنت نقول
نكو بمرتير شري بفانجينستيس شري بأبوستولوس أبا ماركوس بثيوريموس سلام للعظيم أنبا مقار مصباح الرهبان الذي صار من الذهبية تضيء أكثر من الشمس لأن نفسك مضيء في أورشليم السمائية وجسدك لامع في كنيستك نعم نؤمن أنك كائن معنا نفسا وجسدا وروحا وصائم لنا معذيا ومزينا لنفوسنا كل قائمة الرهبان تسبح وتبارك الله لأجل مجيئك إلينا يا أبا مقدس أنبا مقار فلهذا نسألك كأبناء لك في الصلاة اسأل الرب عنا لكي يصنع رحمة مع أنفسنا اطلب من الرب عنا يا سيد الأب أنبا مقر وأولاد نفس الصليب ليغفر لنا خطايانا شبين ثوير صم سيغون خني ما تتشو ستاركين خيطو Otin choi sen nipti renti te oto kosit oyem parthenu sen se yoniven. Madi ome karni mas ben so dire ma agaso en koni en amisi e bolaro en tem sen nanem vini. Chere ne oti parthenu sti oro emmi en alithini. Chere pshu shu بن جنو صارق فو نان إمانوئيل تنتي هواي من بيوت إبروس قاتي ستنون صارم بن شويس يسوس بكريستوس انتفكان النور عظمك يا يوم النور الحقيقي ونمجدك يا دار أصغر قديسة وأدب لله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إجليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس له واحد نجد دائم مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود للآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومات خلاصنا نزل من السماء وجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على الكراس المجدي ألم وكل وقام الأموات في اليوم الثالث كما بكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده يدينا الحياة والأموات الذي لا يسمح به القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي القدس من الآب نزل له ونجده مع الآب والإبن الله في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة عصرية ونعترف مع قضية واحدة
تنوتينا اينا غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا هنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل
بأناجيلك المقدسة بيت الباط قديسي. صلوا من جنج المقدس. كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، وشفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. هللويا. مرات جبس نوخ نوراب شو سنتين قوم كير يا ولو سنوك كاتا مسينا فقط انا نزمع أمام الله أنصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فثم معلمنا متى البشير هو التلميذ الطاهر بركاته. من ستير ومن أورو ترين إيساد بخر السوس بشير مبنو تيطنخ بيون أفشا إنين تنين أمين. يلبسون العدل وأبرار يبتهجون من أجل داود عبدك، هيأت سراجا لمسيحي وعليه يظهر قدسي. بسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا، ربنا ملكنا كلنا، ومخلص نفوسنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم. إلى الأبد.
فصل من مريم علمنا متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته. يطوف في كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل وجع في الشعب. فزع خبره في جميع سوريا فحضروا إليه جميع السقماء بالأمراض والأوجاع المختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم. وتبعه جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل فلما جلس جاء إلى تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للذين ينوحون الآن لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجيع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. أنتم ملح الأرض وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يوضع على المنارة فيضيء لكل من في البيت. فليضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.
نساء كسرتن لنا كرمات عليت أنت أقصر من جامعهن لأنك أنت فخر العذراء يا مريم والدة الإله أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسرفين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير إنك سيصرفنا لأن لك الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين وصوته قال اقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم ومن امسكتم عليهم امسكت الان الى من قبل رسك انعمت للعزين في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفروا خطايا وربطت كل ربطات خطاياه نشر غطوا من صلاحك يا محب البشر ابائي واخواتي وضعفي هل انا المنحين بالاسم ام ممجدك المقدس ترزق رحمتك وقطع كل ربطات خطايانا وكنا اخطأنا بشيء بعلم او بغير او القلب او بالفعل فانت يا سيد العارف كصالح ومحب البشر اللهم تفضل حالنا وحال الساعة شعبا ابناء من الخوف قومنا ربك مقدسة الاب والابن امين أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إليك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير للمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبد أمين بركة رفع بخور عشية فلتكن جميعكم مع رفقة
فخرنا واحنا ولادها نطلبها تحل ببركتها. Thank you.
بحنانك شافيت تحت الدير في روحك منارة وقلبك حرير في روحك منارة وقلبك حرير يا أم الوداع يا أم الأمان عيني مدينة يا أم Yeah.
باسم حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا اندراوس مطران أبو تيج وصدفة والغنايم، إذ يقدم شكره وامتنانه وتقديره لقداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني الذي أنار المسكونة كلها بتعاليمه وجهاده، إذ نقول عنه إنه كبولس الرسول في أسفاره وفي جهاده وفي تأملاته وفي أعماله الرعوية ليلا ونهارا لا يهدأ إلى أن يجد كل نفس بشرية ارتبطت بخالقها وعاشت في فرح وسلام. هذا هو عمل قداسة البابا الأنبا تودروس وأيضا نقول عنه كأشعياء، إذ له تأملات العميقة عندما يتكلم، إذ كلماته ذهبية جديدة كما قال نيافة الأنبا اندراوس عن البابا شنودة ذهبي الفم، هكذا قال عن قداسة البابا تودروس
ذهبي الفم والقلب، كلماته ذهبية وقلبه كالذهب النقي. نشكرك يا قداسة البابا على هذا العمل الرعوي، يجول يصنع خيرا كسيده. أيضا نيافة الأنبا اندراوس إذ يقدم شكره إلى نيافة الأنبا أرمياء رئيس قناة ميسات، أيضا له أعماله الرعوية وخدماته الروحية، إذ يتعب أيضا ليلا ونهارا لكيما يبثوا كلمة الله في كل بيت، لكيما يهيئ النفوس يوحنا المعمدان، إذ يعد النفوس كعروس للمسيح عن طريق هذا البث وعن طريق هذا الإعلان وعن طريق هذا العمل، العمل الرعوي المثمر، إذ كلنا نشكره على تعبه وعلى محبته. وتكليف قناة ميسات أن تأتي إلى إبراشية أبو تيج لكيما تقدم كلمة الله، وأيضا تقدم القداس الإلهي. ليس لدينا أن نقول نشكرك يا سيدنا الأنبا أرمياء على تعبك العاملين بالقناة، يجول الكرازة كلها من الشمال إلى الجنوب في كل موقع نرى قناة ميسات ترسل كلمة الله إلى كل نفس. الله يعوضهم خيرا ويعطيهم الأجر السمائي ويعطيهم الفرح الأبدي عندما يقدمون كلمة الله عن طريق هذا البث الذي يشاهد كل نفس، يشاهدها المريض المقعد في البيت ويشاركها كل نفس. نشكرك يا سيدنا البابا ونشكرك يا سيدنا الأنبا أرمياء ونشكر رجالك العاملين المخلصين معك. ربنا يبارك هذا العمل لمجد اسمه القدوس لكيما يأتي بثمار كثيرة جدا، وأيضا لكيما يفرح الزارع والحاصد معا، الزارع البابا والأنبا أرمياء ونحن أيضا الحصادون. نشكره على هذه البزار التي تفرح قلوبنا وتسعد حياتنا الروحية، له كل مجد إلى الأبد آمين. ولنا في هذا المساء المبارك أيها الأحباء
بعض التأملات عن القيم الروحية التي تنطوي في داخل تاريخ العذراء مريم. تصلي الكنيسة المقدسة في التسبحة: الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. ويقول قداسة البابا شنودة المتنيح: من منا يستطيع أن يكتب سيرة قديس كاملة؟ من ذا الذي يستطيع أن يدخل أعماق روح لامست الرب ويصفها للإنسان؟ إنما نحن نجول حول الإطار الخارجي للقديس ولسيرته ونصفه للناس. هي صورة الله ومثاله، فإنها قدس أقداس لا نقترب إليها إلا بالصلاة والتأمل. ونحن إذ نقترب من خلال تاريخ العذراء مريم بأنها خزانة الفضائل، فإذا كانت قد استطاعت أن تحوي في داخلها غير المحو فلقد تجملت بالفضائل الكثيرة التي أهلتها لذلك. فالقيم الروحية في داخل العذراء مريم حياة الصلاة والتسبيح، حياة الصلاة والتسبيح قيمة روحية عالية، لذا سميت العذراء بأنها السماء الثانية وأم السمائيين. كانت مريم العذراء ثمرة من ثمار الصلاة، لقد صلى أبوها وأمها أن يرزقهما نسلا حتى أعطاهما الله نسلا. ولقد دخلت العذراء مريم إلى الهيكل لتحيا حياة الصلاة والتأمل وحياة العبادة الحقيقية الكاملة. وحينما خرجت العذراء مريم من الهيكل لتخطب ليوسف النجار، خرجت منه إلى بيت يوسف النجار نتيجة الصلوات الكثيرة. صلى الكهنة ومعهم يوسف النجار وزكريا الكاهن ليعين الرب ماذا يريد من حياة العذراء مريم، فعين لها أن تخطب ليوسف النجار حيث قداسته، حيث نقاوته، حيث طهارته. وإن الصلاة في حياة السيدة العذراء مريم كانت سبباً في كل البركات التي حلت عليها
والنعم التي أهلتها لذلك. ففي مجال الخدمة نستطيع أن نقول إن الخدمة التي لا تسبقها صلاة لا تأتي بثمر. الخدمة التي لا تسبقها صلاة لا تأتي بثمر. فالصلاة خزانة لا تفرغ، والصلاة ميناء هادئ، الصلاة غنى لا يسقط، والصلاة إنها مفتاح السماء، حمى لنفوسنا، السلم الذي نصعد به إلى الله، إنها ملجأ في كل الاضطرابات، طعام الروحانيين وغذاء البتوليين. وبعد أن تمت البشارة للعذراء مريم، ذهبت عذراء مريم إلى بيت الإصابات، وانطلق لسان مريم العذراء في بيت زكريا الكاهن بهذه التسبحة وهذه الصلاة، إذ قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير قد صنع بي عظائم، واسمه قدوس، رحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقدونه. ولقد اختبرت العذراء مريم الرب في عظامته، إذ قالت لأن الرب قد صنع بي عظائم، اختبرته في قداسته، اسمه قدوس، والقدوس المولود منك، اختبرته في رحمته، رحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقنونه، اختبرته في قوته، صنع قوة بذراعه، واختبرته في ودعته، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي، ورفع المتضعين، اختبرته في غناه، أشبع الجياع خيرات، وصرف الأغنياء فارغين، إذ نرى في إشباع الجموع الخمس خبزات والسمكتين. فما هما الخمس خبزات والسمكتين؟ عندما شبع بهما الجموع، الخمس خبزات نراهم في البولس، ونراهم في الكاس لكون، ونراهم في الإبراكسيس، ونرى أيضاً السمكتين في المزمور والإنجيل. أليست هي حياة شبع؟ رسائل بولس التعليمية ورسائل الجامعة، رسائل الإبراكسيس أعمال الرسل،
والمزمور مزامير داود، والإنجيل كلمة الله. أليس هي حياة الشبع؟ اختبرته في غناه، أجبعت جيا خيرات وصرف الأغنياء فارغين. القيم الروحية في حياة العذراء، حياة الصمت والتأمل، حياة الصمت والتأمل. يسجل لنا الكتاب المقدس على لسان معلمنا لوقا البشير عن كلمات السيدة العذراء مريم، إذ يقول: وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. لم تكن مريم العذراء تحفظ الكلام فقط، بل كانت متفكرة في قلبها، أي تراجع وتتأمل، تراجع كلمات الله وتتأمل فيها. هذا هو الصمت العجيب والصمت المقدس الذي تصحبه تأملات وتصحبه صلوات. نرى ما هو هذا الكلام، نرى العذراء ترى أشياء عجيبة، مثل بشارة الملاك وحديث الإصابات وارتقاد الجنين في بطنها وكلام الرعاة وزيارة المجوس والنبوة سمعان الشيخ والمعجزات التي حدثت في مصر وجلوس الطفل يسوع وسط المعلمين. فلم تكن العذراء مريم تتكلم، وهي التي إن تكلمت ملأت الدنيا كلها من جميل حديثها. العذراء مريم بتعطينا قدوة في حياة الصلاة والتأمل والصمت. صمتت العذراء مريم أمام يوسف النجار عندما ساوره الشك، ولم تنطق بكلمة واحدة بأن تعاتب يوسف النجار عن هذا الكلام الذي يجرح أحاسيسها. صمتت أمام شك يوسف النجار، إذ كان في داخله شك لأنه أراد أن يخليها سرا، وصمتت أمام هيرودس وعنفه القاسي. كلمات العذراء مريم قليلة جدا ونافعة جدا، قليلة جدا ونافعة جدا. ويسجل لنا الكتاب المقدس كلمات العذراء مريم القليلة جدا التي قالتها في مواضع مختلفة، ففي حديثها مع الملاك المبشر نسب الكتاب المقدس إلى العذراء مريم عبارتين. العبارة الأولى
عندما قالت كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجل. والعبارة الثانية قالت هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. كلمتين ولكن ليهم أفعال قوية وتأثير قوي في حياة الإنسان. فهل ينتفع الإنسان بالكلمتين عندما قالت كيف يكون لي هذا؟ عندما يدعى الإنسان لأي شيء لابد أن يكون كيف يكون لي هذا؟ من أنا علشان يقول لي هذا؟ مدعو لعمل، مدعو لخدمة، مدعو لأي شيء يقدس اسم الرب، لابد أن يقول كيف يكون لي هذا؟ وهذا دليل على اتضاع العذراء وإنكارا لذاتها. هل الإنسان في هذه الأيام يضع ذاته وينكر ذاته؟ كيف يكون لي هذا؟ وأيضا يقول ليكن لي كقولك، أي يسلم بما أمروا به الرب. حياة التسليم في حياة العذراء مريم، سلمت نفسها لكل أمور الرب وقالت ليكن لي كقولك. هل الإنسان عندما يسمع كلمة من أحد يقول ليكن لي كقولك؟ هل عندما يسمع كلمة من الكتاب المقدس يقول ليكن لي كقولك؟ كالأنبا أنطونيوس عندما سمع الإنجيل يقرأ قال ليكن لي كقولك. كيف يكون لي هذا؟ كيف يكون لي هذا بأن أترك محبة العالم؟ ليكن لي كقولك في تبعية الله. هل الإنسان يقول ليكن لي كقولك أتبعك حيثما تمضي، معك لا أريد شيء، إلى أين نذهب كلام الحياة الأبدية؟ كل عندك. وأيضا الكتاب المقدس يسجل لها في عرس قانا الجليل عبارتين. قلنا العبارة الأولى كيف يكون لي هذا، والعبارة الثانية ليكن لي كقولك. العبارة الثالثة اللي قالتها السيدة العذراء ذهبت للسيد المسيح بينها وبين ابنها بكلام منخفض، بكلام هادئ وديع. يا سيد ليس لهم خمر. يبص السيد المسيح وأيضا يكلمها بكلام هادئ وديع، مالي ولك يا امرأة؟ ليس لهم خمر، عبارة معزية. إذ كانت هذه السيدة العذراء عندها الاهتمام بالآخرين والاهتمام باحتياجات الآخرين، هل الإنسان يقول للفقراء والمساكين ليس عندهم خمر؟ هل يقول للفقير الأيام دي ليس عندهم خمر؟
هل عنده اهتمام بالفقير والمسكين؟ وعنده اهتمام باحتياجات الآخرين؟ أي عيلة هم الآخرين، مش تقولوا أنا مالي، هم حرين في فرحهم، ولكن فرحاً مع الفرحين مشاركة، أي عندها روح المشاركة بأن تشارك الآخرين. قالت ليس لهم خمر، أي عندها اهتمام بالآخرين، فتعلمنا كيف نهتم بالآخرين وكيف نشعر بأعواز الآخرين. هل الإنسان عندما يجوع يشعر باحتياج الفقير إلى طعام؟ عندما يكون في ضيقة يشعر بأن الفقير في ضيقة يريد أن ينقذ منها؟ ليس لهم خمر. وجاد قالت للخدام كلمة عظيمة جدا، قالتها أيضا بهدوء وبصوت منخفض. إذ اجتمعت مع الخدام وقالت لهم مهما قال لكم افعلوه، أي إنها أعطت نصيحة لسماع كلمة الله، مهما قال لكم افعلوه، نصيحة في الوصية، نصيحة في التعاليم الكنسية، نصيحة في تعليم الكتاب المقدس، مهما قال لكم افعلوه. ربنا بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. كل ما قاله لكم افعلوه. فهنا السيدة العذراء مريم بتعطينا درسا أن نسمع ونعمل. الكلمة الرابعة كل ما قاله لكم افعلوه، أي نسمع ونعمل. الكلمة الخامسة من كلمات السيدة العذراء مريم إذ قالت للسيد المسيح عندما كان جالسا بين المعلمين، لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأمك كنا نطلبك. أعطتنا درسا في كيف أن نفضل الآخر. ما قالتلوش أنا وأبوك، قالت له أبوك أولا، لأن الأب هو رأس الأسرة، كما أن المسيح رأس الكنيسة ومخلص الجسد، هكذا في البيت الرجل هو الرأس. إذ فضلت أبوه وفضلت الآخرين عنها، هل عندنا تفضيل الآخرين؟ نقول للآخر اتفضل، نقول للآخر تقدم. فالسيدة العذراء كان عندها تفضيل الآخرين،
والكلمة السادسة: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب، قالت وهي باكية: أما العالم يفرح لقبول الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك يا ابني وإلهي. كلمة السادسة، أي تكلمت في عمرها كله في الستين سنة ست كلمات، أي كل كلمة على مدار عشر سنوات، ودي تدينا تأمل وتدينا متى نتكلم ومتى نصمت. الحكيم متى يتكلم ومتى يصمت. عشان كده قدمت لنا هذه الكلمات: العالم يفرح، إذ إنها حست بفرح الآخرين حتى لو كانت متألمة، فرحاً مع الفرحين. أحست السيدة العذراء بالعالم الذي فرح بقبول الخلاص رغم ألمها على ابنها المصلوب. العالم يفرح لقبول الخلاص، أما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه يا ابني وإلهي. فرح الآخرين نساها ألمها، فرح العالم بقبول الخلاص نساها الألم. عندما جاز السيد المسيح في آلام الصليب، كما فرح الأب برجوع الابن من كورة الخنازير، فرح برجوعه من كورة الخنازير نسي تمرده ونسي بأنه عصى عليه وشق عليه عصى الطاعة، ونسي أنه بدد أمواله، ونسي أنه عاش في الخطية. ولكن لما رجع نسيله كل شيء. هذا ما يعمله الله مع الإنسان، أطرحها في بحر النسيان ولا أعود أذكرها. فالسيدة العذراء نسيت الآلام الشديدة عندما شاهدت أفراح العالم بقبول الخلاص. عشان كده فرح الأب برجوع الابن، لأن الابن رجع إلى أبيه وقال: أبوه ينبغي أن نفرح ونسر، لأن ابن هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. القيم الروحية في العذراء مريم حياة التكريس والخدمة، حياة التكريس والخدمة. التكريس معناه التخصيص، لأن المكرس هو إنسان مخصص ومفروض لخدمة ربنا. ولقد كانت السيدة العذراء مكرسة للرب منذ ولادتها، وحين دخلت الهيكل وهي طفلة لكي تخدم الله، لقد أسماها لوقا الطبيب خادمة الرب.
ثم حملت الرب رب المجد ولدته فكانت مكرسة طول أيام الحمل ومكرسة أيضا بعد ولادته. تعلمنا العذراء مريم تكريس الفكر، تكريس الفكر زي ما يقول لنا معلمنا بولس الرسول، مستأصلين كل فكر في طاعة المسيح، أي نقطع كل فكر بعيد عن ربنا. الإنسان كده هو يكون حارس على فكره. أنت رايح فين يا فكر؟ فكرك فين؟ أقمت حراسا على أسوار أورشليم. ما فكرك ربما يكون سور لأورشليم حياتك، فلا بد أن يكون هناك حارسا، حارسا للفكر. عشان كده تعلمنا تكريس الفكر، تكريس القلب، بأن القلب ده هو هيكل الرب. أنتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، فهل تشترك الظلمة مع النور؟ وهل تشترك الخطية مع القداسة والبر؟ تكريس القلب، القلب هيكل لربنا. فكرست السيدة العذراء قلبها لربنا، تكريس الفم واللسان، زي ما كانت السيدة العذراء في الهيكل مكرسة الفم واللسان. ونسمع في التسبحة: قلبي ولساني يسبحانك يا الله أيها الثالوث القدوس ارحمنا. هل الفم مكرس لربنا؟ هل اللسان مكرس لربنا؟ ما الذي في الفم؟ هل الذي في الفم هو الذي في القلب، والذي في القلب هو في الفم؟ لأن ما في القلب يترجمه الفم. إيه لفم الإنسان؟ هل في فم الإنسان كلمة الله؟ وجدت كلامك أحلى من العسل وقطر الشهاد فأكلته. عشان كده تعلمنا السيدة العذراء حياة التكريس، فهي أيضا إذ كانت مكرسة في جسدها وبتوليتها وفكرها ومشاعرها وروحها الطاهرة، وقد كان الذبيحة حية مقدسة مرضية أمام الرب، زي ما بنصلي في القداس الإلهي ونقول اجعلنا يا ربي أن نفعل مرضاتك. فما الذي يفعله الإنسان لإرضاء الرب في حياته؟ إيه اللي بيفعله؟ هل يفعل الصلاح؟ هل يفتقد الأيتام والأرامل؟ هل يعيش كده هو حياة مقدسة؟ أما أنا وبيتي فلنعبد الرب. إيه اللي يرضي ربنا من حياة الإنسان؟ هل حياة الإنسان كما نراها في سورة السيدة العذراء بأنها صورة خالقها الذي خلقها على صورته ومثاله، نشتم منها رائحة المسيح الزكية التي فاح عطرها فبلغت كل المسكونة؟ هل الإنسان عندما يعود إلى بيته أولاده يشتمون منه رائحة بخور، رائحة صلاة، رائحة عمل صالح؟ إيه اللي يشتموه ربنا مننا؟
عشان كده السيدة العذراء كانت مكرسة القلب والفكر. القيم الروحية في حياة السيدة العذراء مريم حياة الاتضاع والوداعة. لعل الفضيلة الأساسية والعظمى التي جعلت السيدة العذراء مريم إنها كانت وديعة ومتواضعة، إذ قالت لأن نظر اتضاع إلى أمته حواء القديمة لم يكن فيها روح الاتضاع بل كان فيها روح الكبرياء، علشان كده سقطت. ولكن العذراء مريم جاءت بروح الوداعة والاتضاع. العذراء مريم هي الوديعة وهي المتضعة. حواء دخل فيها روح الكبرياء، والعذراء مريم جاءت بروح الاتضاع. عشان كده حواء بروح الكبرياء سقط آدم، والعذراء بروح الاتضاع رفعت سقطته وغفرت خطيئته وشددت وزره وأزره بروح الاتضاع. عشان كده الإنسان الوديع والمتضع هو إنسان متسع القلب. لقد ظهرت وداعة العذراء مريم في احتمال الكرامة. احتمال الكرامة يحتاج إلى جهاد ومجهود أكثر من احتمال الألم والإهانات. لذا قال أحد الآباء القديسين: هكذا كثيرون يحتملون الإهانة ولكن قليلون يحتملون الكرامة. كثيرون يحتملون الإهانة وقليلون يحتملون الكرامة. حينما جاءت العذراء مريم أم لله لم تتكبر بل قالت هوذا أنا أمة الرب. ظهرت وداعة العذراء مريم في إنكار الذات. عندما دخلت إلى الهيكل وقالت للسيد المسيح له المجد: أبوك وأنا كنا نطلبانك ونحن معذبين. ظهرت وداعة السيدة العذراء مريم في خدمة الآخرين. خدمة الآخرين تكون مبنية على فضيلتين: المحبة والوداعة. المحبة والوداعة مع قلب متسع. فكانت السيدة العذراء مريم أماً خادمة كانت فيها روح الوداعة والاتضاع. فالشخص المحب هو إنسان وديع وإنسان متضع. العذراء مريم وحياة الإيمان. العذراء مريم وحياة الإيمان. قالت القديسة إليصابات العذراء مريم حواء: طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. العذراء مريم وحياة الإيمان. عشان كده كانت السيدة العذراء تؤمن بكل ما قالوا لها الملاك. إيمان العذراء مريم كان إيمان بلا شك.
كان إيمان بلا شك. ليكن ليك قولك، لقد فاقت العذراء مريم الكثيرات والكثيرين من القديسات والقديسين في حياة الإيمان بلا شك. إيمان العذراء مريم إيمان بلا جدال، لم تجادل ولم تناقش في هذا الأمر. إيمان السيدة العذراء مريم كان إيمان بلا خوف، كان قلب العذراء مريم في خوف الله، ولم يكن في مريم العذراء أي خوف من الله، لأنها آمنت بما قيل لها من قبل الرب. العذراء مريم وحياة الاحتمال، احتملت الكثير السيدة العذراء عندما قال لها سمعان الشيخ: وأنت يجوز في نفسك سيف، سيف اليتم، سيف العار، سيف الهروب، سيف الصليب. الله يعطينا أن نعيش بما عاشته السيدة العذراء في حياة الصلاة والتسبيح، في حياة الصمت والتأمل، في حياة التكريس والخدمة، في حياة الاتضاع والوداعة، في حياة الإيمان، في حياة الاحتمال. بالصلوات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله القديسة طاهرة مريم، وبصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، الرب يحفظه لنا سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدة، وبصلوات حضر صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أرمياء، وبصلوات أبينا المطران المحبوب الذي يكن لكل أحد كل حب، نيافة الأنبا إندراوس مطران أبو تيج وصدفة والغنايم. ونكرر شكرنا واعتزانا وإمناننا لقداسة البابا تودروس الثاني الذي من علينا في هذا اليوم، إذ نقول لهذا اليوم هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونسر به. الله يثبته على كرسيه سنين كثيرة وأزمنة هادئة ومديدة. ونكرر شكرنا لنيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الذي دائما يعيش في كرازة مفرحة مع رجال العاملين في قناة ميسات. نشكر الكل ونشكر ربنا أولا وآخرا العذراء مريم على هذا العمل الرعوي. ربنا يعطينا أن نعيش في كلمة الله الحية المرضية لا في المجد للأبد. Yeah.
سين وقفت واصيل بسين بنت ميو إن كان طب نغماتو آقيو السلام لك يا مريم يا
يا سمر لذيذ طعم السلام لك يا مريم يا جناوي فرد السلام لك يا مريم قلت الغير محسوس السلام لك يا مريم يا خليفة سليمان يبرنت بن السلام لك يا مريم يا ذات البتولية السلام لك يا مريم يا رجاء المسيحية السلام لك يا مريم يا ضرع طاهر مبرور سلم من السرور السلام لك يا مريم يا شفيعة المؤمنين السلام لك يا مريم يا صلاحا للخاطئين السلام لك يا مريم يا ضياء في البرية يا طاهرة ونقية السلام لك يا مريم يا زهرة بأجل بيان السلام لك يا مريم يا روسا للديان السلام لك يا مريم يا غالية وثمينة يا فضل وأمينة السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب السلام لك يا مريم يا كنز الله المروح السلام لك يا مريم يا لوح العهد الكريم من يوري السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مغبوط السلام لك يا مريم يا هالقي مضبوط السلام لك يا مريم يا والي كل الناس يا لايق له في علا السلام لك يا مريم يا ياقوت غالي الأزمان السلام لك يا مريم يا زهرة البستان تفسير اسمك في أخوان كل المؤمنين الكل يقولون يا إله
Χριστός Μπενότη. Ούρουν τέτε ερήνη, μοϊνάντε κερήνη, σεμνάντε κερήνη, κάνε νόβεν ανεβόλ, γεσόκτε την γόσα να μπει αμάσεν αμήν. Αλλάχουμ αγιάννα μουσταχακίνα να κούλ βεσόκ, يَا أَبَانَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ أَتَقَدَّسْ إِسْمُكَ يَأْتِ مَلَكُوتَكَ تَكُنْ مَشِيئَتُكَ كَمَا فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ عَلَى الْأَرْضِ خُبْزَنَا كَفَافَنَا أَعْطِينَا الْيَوْمَ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَا نَغْفِرُ نَحْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا وَلَا تُدْخِلْنَا فِي تَجْرِبَةٍ نَجِّنَا مِنَ الشَّرِّ بِالْمَسَاءِ يَا رَبَّنَا لا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة مهبة عزيز تكون مع جميعكم من ثم أباء يمضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. مع روحك أيضا.